ديانا الزراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. أنا جيت اليوم أحياء لذكرى اغتيال محمد مفتي شهيد الحرية شهيد الوطن. ما كنتش نجم نغيب على المناسبة هذه رغم ظروفي الصعبة جيت. وأنا فرحانة اللي حضرت هنا مع أهل القبصة مع عائلة الشهيد ومع أصدقاء هذا هو. ونتمنى خاصة نتمنى أن الحقيقة تظهر في أسرع وقت ممكن ويتحاسبوا اللي قتلوا محمد بن مفتي. شكرا.